يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل كشري. الكشري كده بنعمله كل فتره، وكل مره في الحقيقه بعمل فيها كشري بحاول ان انا اركز على حاجه معينه في خطوات الكشري الكتيره، وبنعمله بطريقه مختلفه. مره عملنا الكشري كله في حله واحده، وشفنا ازاي نسوي الرز مع الشعريه مع العدس والمكرونه في نفس الحله، ومره بنحط الرز مع العدس فبيطلع طعم الرز قوي سنه بس لونه اغمق. والنهارده هنعمل الرز بالشعريه لوحدهم والعدس لوحده والمكرونه لوحدها، عشان كل واحد يحط لنفسه من المكونات دي على حسب ما هو بيحب ايه اكتر من ايه. كمان النهارده هنركز على البصل بتاع الكشري، هنشوف ازاي نطلع البصل لونه ذهبي، لاني بشوف كتير جدا من الناس لما بتيجي تعمل البصل بتاع الكشري بيغمق منهم ويطرى، فالنهارده هنشوف ازاي بصل الكشري يطلع مقرمش بجد. هنعمل برده شطه حلوه جدا، هنعملها مش بس شطة باودر، هنعمل شطة سائلة حلوة جدا، وهنعمل دقة خطيرة. هنطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف ازاي هنعمل كل وصفة من وصفات النهاردة. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل في المقدمة اتكلمنا عن سفرة النهاردة، قلنا النهاردة هنعمل كشري بتفاصيله المختلفة والمتعددة. تعالوا بقى دلوقتي أقول لكم المقادير ونخش على طول في الوصفة، علشان الأكلة دي خطيرة جدا. يلا بينا. المقادير كالتالي: كوبايتين عدس بجبة، والعدس محتاجين ننقعه بس مش زيادة عن اللزوم. العدس لو ما اتنقعش في التسوية هيحصول، بس لو اتنقع زيادة هيتهري. فأنا هكلمكم بالظبط بقى عن نقع العدس وانا بعمله، ونشوف محتاجين نعمل ايه بالظبط. يلا يا سمر. كوبايتين عدس بجبه، معلقتين زيت، بصله صغيره مفرومه، وفص ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود. الحاجات دي انا هسوي بيها العدس لوحده. ملح وفلفل طبعا قلنا، كوبايتين رز وكوبايه شعريه، ثلاث كوبايات ميه، وزيت وملح وفلفل للرز، ومحتاجين كمان مكرونه. انا النهارده هستخدم مكرونه اسباجيتي ومكرونه خواتم، ممكن تستخدموا مرمريه كمان لو انتوا حابين. حمص مسلوق وكمون وكزبره. زي ما بنقول دايما انه التوابل الكتير مش في مصلحه الاكل، مش مصلحه طعم الاكل، ومش هتخلي في الاخر الاكل اللي احنا عاملينه طعمه حلو، ده مش شرط. المهم تكون توابل لايقه على الاكله اللي احنا بنعملها. فاحنا النهارده هنعمل كشري، فمع الملح والفلفل الاسود هنستخدم اتنين بس من التوابل. التوابل اللي هنستخدمها دي هي الكمون والكزبره بس، كمون وكزبره ناشفه، مش محتاجين حاجه اكتر من كده عشان تخلي طعم الكشري كويس. طيب هنبتدي بايه؟ لو انتم ملاحظين انا عندي كل المكونات مش مستويه فيما عدا بس المكرونه احنا سلقينها، لكن بقيه المكونات كلها مش مستويه. فتعالوا نشوف بقى ازاي ما نضيعش وقت كبير في المطبخ، يعني ازاي نعمل الكشري في خلال 35 دقيقة يبقى جاهز عندنا الكشري. يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا جبت هنا الحلة وسخنتها، هناخد معلقتين من الزيت، والناحية التانية هولع عشان اسوي العدس. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ فانا دلوقتي هسوي العدس في نفس الوقت اللي هسوي فيه الرز بالشعرية، هخلصهم وبعد كده اسوي الصلصة وانا بحمر البصل وهكذا. يلا بينا. هنستنى هنا الزيت يسخن سنة. ممكن يا سمر تحطي مقادير البصل نحطه على النار على ما الزيت يسخن. يلا بينا. التقلية: بصل متقطع جوليان. جوليان دي التقطيعة الرفيعة اللي هتوريها لكم سمر دلوقتي حالا كده، دي التقطيعة اللي احنا عايزينها لبصل الكشري. يستحسن يكون كل قطع البصل قد بعض علشان مفيش واحدة فيهم تستوي قبل التانية، فاحنا بنقطع كده نقطع بالهداوة علشان نحاول على قد ما نقدر نطلع قطع البصل دي قد بعض. معلقة دقيق ومعلقة سكر وزيت غزير للقلي. ليه الحاجات دي؟ ليه الدقيق وليه السكر؟ بصوا بقى، ده بصل أنا عايزه في النهاية. أنا هاخد بس البصل يا سمر. بصي بقى هعمل إيه. هاجي هنا كده هحط البصل في الطبق ده، وبعدين هروح أجيب الدقيق والسكر. السكر هنا احنا نقصد بمعلقه رشه سكر، انا مش عايز اخلي البصل طعمه مسكر، هو كده كده البصل لما بيتحمر بيبقى طعمه مسكر. هاخد كده معلقه من الدقيق، وانا هنا ما بفركش، مش بعمل كده نفس طريقه المرته
لو انتوا فاكرين كنا بنقعد نفرك بايدينا لغايه ما نطري البصل، ابدا انا هنا بقلب لغايه بس كده ما الدقيق والبصل يغطوا، الدقيق والسكر عفوا يغطوا البصل. طيب وبعدين الخطوه المهمه جدا انه احنا هنا لازم نعمل البصل ده في زيت غزير، يعني ما ينفعش نشوحه في شويه زيت قليلين اولا، ثانيا لازم يكون الزيت متوسط الحراره، ما ينفعش يكون زيت تحمير اللي احنا بنحمر فيه البطاطس، الزيت اللي بنحمر فيه البطاطس ده بتبقى درجه حرارته مثلا 190، دي درجه حراره عاليه جدا على ان هي تعمل لنا بصل كشري كويس. طب ليه بقى؟ بصل الكشري في الحقيقه هو يكاد يكون مش بيتحمر، بصل الكشري بيتجفف. يعني ايه بيتجفف؟ يعني بيتحط في الزيت اللي درجه حرارته متوسطه والزيت حرارته بتطرد الميه اللي في البصل، فبيلون في وقت اطول، يعني بياخد شويه وقت علشان يلون ويبقى لونه ذهبي، بس في الاخر بيطلع لونه فاتح اللي هو اللون الذهبي اللي احنا مستنيينه، وفي نفس الوقت بيطلع مقرمش جدا، فعلشان كده لازم تكون درجه حراره متوسطه. احنا علينا. يلا يا استاذ سمر شلت لك المناديل اهو. يلا. تعالوا بقى نشوف العدس ممكن نبتدي بيه وبعدين نخش على الرز بالشعريه. يلا يا سمر هاجي هنا كده، حطيت مقدار من الزيت، مقدار معلقتين من الزيت، والعدس كنت لسه بقول لكم ان هو لازم يتنقع. النقع ده مفيد جدا في ان هو يستوي بس ما ننقعوش زياده عن اللزوم. يعني انا نصيحتي ليكم تنقعوا العدس لمده ساعتين بس قبل التسويه، ما تكتروش عن ساعتين. يلا بينا. انا حطيت هنا البصل المفروم وحطيت الثوم المفروم، هدي تقليبه ومش عايز هنا لون خالص. ادي كده تقليبه، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، واروح جاي واخد العدس قبل ما البصل يلون، اتفقنا؟ هنزل بيه هنا كده من غير ما اخد ميته. انا مش عايز ميه العدس، ممكن تصفوه بره. حاجة مهمة جدا. يلا، كل أنواع البقوليات. علشان تبقى أهدى على بطنكم وعلى القولون بتاعكم، نصيحتي ليكم إن أنتوا تغيروا المية بتاعتها، يعني مش بس تنقعوها، خلاص إحنا عارفين إن إحنا كده كده بننقع الحمص قبل ما نسويه، بننقع الفاصوليا البيضاء قبل ما نسويها، بننقع البقوليات كلها قبل التسوية، خلاص إحنا عارفين كده. ده مش كافي. مش بس ننقعها، محتاجين كمان نغير الميه بتاعتها، ده هيساعد كتير جدا في ان هي ما تبقاش تقيله في الهضم. ندي تقليبه. كل اللي انا محتاج اعمله هنا هو اضافه الميه. هنضيف الميه. ضفنا كده الميه. هنغطي على العدس يكمل التسويه بتاعته وهرجع تاني الطاسه اللي هنعمل فيها الرز. حلو جدا. انا محتاج بس افتح على العدس، انا نسيت الحته دي مهمه، واحط عليه مقدار نص معلقه شاي من الكمون. يلا بينا. هاجي هنا الطاسه سخنت خلاص وزي الفل، هاخد الشعريه واحمر الشعريه بقى كويس. ازيك يا مدام ايناس؟ كيف ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كويس؟ يا رب تكوني بخير. كويس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا شريف، انا بسلم عليك بس. ده انت بتنورينا في اي وقت. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليك يا شريف. ازيك يا مدام فتحي؟ مع السلامه. ازيك يا مدام فتحي؟ ازيك يا شريف، عامل ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ طبعا اكيد هتحطها في نصيحه لقمه هنيه. ايوه. ان نقع البقوليات، تغيير الميه دي معناه ان انا بزيل السموم اللي كانت ده حقيقي فيها. انا ما رضيتش اقول السموم عشان حسيت انها تبقى تقيله شويه والناس هتخاف من فكره ان هي سموم. هي مش سموم قاتله لكنها مضره للمعده. ايوه ده أيوة حقيقي. أيوة. ده حقيقي. يعني والله شكرا يا شريف، شكرا. بفكر في كل دقائق ممكن تسالها. تسلمي. انا كنت عايزه منك بقى حاجه بالنسبه للكشري الجميل ده. ايه بقى عايزه ايه؟ قولي لي. مش في بقى واحنا رايحين كده بنتفسح بيقولوا لنا عدس كماله؟ عدس كماله طبعا. ازاي بقى نعمله احنا في البيت؟ حاضر، من عينيا الاثنين. شكرا يا شريف. نورتيني يا استاذه فاتن. تحمير الشعريه مهم جدا، انه
قبل ما نوصل للون اللي احنا عايزينه ننزل بالرز على طول، لان علشان ما يغمقش مننا اكتر ما احنا محتاجين. فانا كده واصل للون قبل اللي انا عايزه على طول، هنزل بالرز هنا. عايز ادي تقليبه واحط ميه الرز، ولازم اروح اشقر على البصل اللي في الزيت ده عشان اوريكم درجه الحراره والتسويه، وازاي نطلع بصل كشري مقرمش لونه فاتح وفي نفس الوقت مش محروق. يلا ولا طري كده. تمام، ممكن اخد رشه من الملح ورشه فلفل اسود خفيف. ندي تقليبه كمان، وهحط ميه الرز يلا. حلو جدا كده. هنغطي على الرز ونروح قبل ما نطلع فاصل بقى سمر، لازم نبص على البصل. بصي البصل، طول فترة تحمير البصل بتاع الكشري، طول فترة تجهيز بصل الكشري لازم يفضل اللون بتاعه كده، اللون بتاعه فاتح بيصفر ببطء، ما ينفعش يكون أول ما بنحطه بيلون على طول، ده معناه إن الزيت زيادة. ازيك يا سمر؟ مرحب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عامل إيه يا شيخ شريف؟ بخير والله. أنت عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. طب الحمد لله يا رب دايما. تحت امرك. كويسين كويسين والله الحمد لله تمام الحمد لله. بس كنت عايزه حضرتك تقعدي تسلم عليا. الله يسلمك، تسلمي لي يا رب. عم اكلمك كل اسبوع. ده انت بتنوريني كل اسبوع مش بتكلميني والله. ماشي. نورتيني يا سمر. قولي لي، عايزه اكلم تامر امين قبل كده مش عارفه اكلم وقلت لك كلميه. طيب على انا المره اللي فاتت طلبت منك ان انت تسيبي رقمك في الكنترول، واحنا فعلا يسرى في الاعداد وصلت رقم حضرتك لاعداد البرنامج، وان شاء الله يتواصلوا معاكي قريب. نورتينا وشرفتينا. بصوا يا شباب، نرجع تاني كده بس يا سمر قبل ما نطلع فاصل، تعالي نبص تاني على الكشري، وعايز اجيب بس معلقه او حاجه اطلع بيها البصل علشان اوريه لكم. يلا. ممكن بقى نبص على ده كده يا سمر. يلا. هنتفرج سوا على اللون بتاع البصل اثناء التحمير، بيفضل لونه فاتح ولونه بيتحول للون الذهبي ببطء، ده هيطلع بصل مقرمش. لو عملنا غير كده البصل هيلون، البصل هيسود بسرعه ويفضل طري، وده مش اللي احنا عايزينه. يلا هسيب هنا البصل كده يكمل تسويته، وممكن اديله تقليبه لان الجزء اللي فوق بيبقى بعيد شويه عن الزيت حتى لو زيت غزير، لان البصل بيطفو على السطح. ندي كده تقليبه ونطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نشوف ازاي هنكمل طريقه الكشري، عشان عندنا شطه مهمه جدا هنعملها ودقه، وهنشوف كمان الصلصه ازاي تبقى خطيره. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل سوينا او حطينا على النار الرز مع الشعريه، والرز اتشرب خلاص، فدلوقتي ممكن نغطي عليه، وكمان حطينا العدس على النار. تعالوا بقى دلوقتي هنعمل حاجتين مهمين جدا. هنعمل دلوقتي هنعمل ثلاث حاجات في الحقيقه، هنعمل الشطه وهنعمل الدقه وهنعمل صلصه الطماطم او صوص الطماطم بتاع الكشري. قبل ده هنرجع تاني للبصل. معلش انا شايف انه البصل هو واحد من اصعب الحاجات في الكشري، او من هو مش صعب في الحقيقه، انتوا شفتوا قد ايه احنا عملناها بسهوله، لكن من اكتر الحاجات اللي ما بنعرفش نطلعها بسهوله، فعشان كده مركز النهارده انا مع البصل شويه. بصوا اللون عامل ازاي، ورينا كده يا سمر. طب هنا في سؤال، طب ما هو البصل كده طري، البصل ده بعد ما يتحط على ورق المناديل ويبرد هيطلع مقرمش جدا، انت لو فوق شويه عايزه. يلا بينا وريه لنا كده، عشان هنزله تاني في الزيت اخر تنزيله اهو. نرجعه تاني في الزيت يلا، وهنسيبه بس كده يا دوبك نبتدي في مقدار الصلصه. تعالي نعمل الصلصه الاول يا سمر، ممكن تحط لنا مقاديرها على الشاشه. يلا بينا. انا محتاج معلقه بصل مفروم، ومعلقتين زيت، معلقه معجون صلصه طماطم، وكوبايتين عصير طماطم فريش، وفص ثوم مفروم، معلقه عسل اسود، ربع كوبايه خل، وملح وفلفل اسود. العسل الاسود انا دايما بحطه على صوص الطماطم بتاع الكشري، بيدي طعم حلو جدا، عايزكم تجربوا ده، واعتقد انه
الطريقة دي هتعجبكم. نجيب بس هنا كده ايه الرز علشان نيجي هنا نعمل الصلصة. يلا هنحط هنا الطاسة ونبتدي بقى نسخن زيت الصلصة. يلا هحط هنا مقدار معلقتين من الزيت وهطلع بصل الكشري من الزيت. انا طلعته دلوقتي خلاص، هحضر له بس طبق. نجيب طبق كده وفي الطبق ده هنحط البصل يبرد. يلا بينا. مناديل هيطلع عليها البصل. يلا سمر، بص اللون الذهبي الخطير ده، لازم تعمله كده، لازم تفردوا البصل. كل ما كان مفرود في مساحة سطح أوسع كل ما هيبرد أكتر وكل ما هيقرمش أكتر، فدي حتة برضو مهمة جدا خلوا بالكم منها. دي آخر تريك محتاج أقولها لكم، فكرة البصل المقرمش. هنسيبه يبرد وبعد ما يبرد هوريكم قد إيه البصل ده مقرمش جدا. يلا بينا تعالوا نرجع لصوص الطماطم اللي احنا قلنا مقاديره، هنشتغل دلوقتي على طريقته. يلا هاجي هنا هاخد البصل، نبص كده سخن الزيت ولا لسه، معقول جدا. حطيت هنا البصل يتشوح، هديله تقليبه في بس عدسايه في البصل هنشيلها. يلا بينا ندي كده تقليبه للبصل على النار، ومش محتاجين نلون ولا اي حاجه، يعني مش محتاجين ان احنا نخلي البصل يلون، يا دوبك كده بس بنشم ريحته. يلا هناخد الثوم وننزل بيه هنا علشان صلصه الطماطم حلوه دي. عشان صلصه، في ناس كتير ما بتحطش بصل على صلصه الطماطم بتاع الكشري، انا عارف، انا بعمل لكم الطريقه اللي انا بحبها، دي اكتر طريقه انا بحبها. الحاجه اللي ما عليهاش خلاف انه علشان صلصه الطماطم بتاعه الكشري يبقى طعمها حلو وتبقى لايقه على الكشري، لازم تطفوا التشويح بالخل. يعني ايه تطفوا التشويح بالخل؟ يعني بعد ما تشموا كده ريحه الثوم والبصل بيتشوحوا، تروحوا جايبين الخل ونازلين بالخل كده. ده اللي انا بقول عليه نطفي التشويح بالخل. ازيك يا نهى؟ معلش حاولي تكلمينا مره ثانيه. انا حطيت دلوقتي الخل على الثوم والبصل اللي كانوا بيتشوحوا، رشه من الملح والفلفل الاسود. دلوقتي هجيب مقدار معلقه شاي من العسل الاسود، مقدار معلقه شاي بس مش اكتر من كده، علشان انا متاكد ان في ناس بتبقى متخوفه ان طعم الصلصه يكون مسكر قوي. لا هي مش بتبقى مسكره قوي ولا حاجه، هو بيديها نكهه حلوه كده. ناخد معجون صلصه الطماطم. ازيك يا استاذ ايهاب؟ يا استاذ ايهاب الو. ازيك يا استاذ اياد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ يلا قول لي كام سنه. وطي التلفزيون. تمام. خلي ماما توطي التلفزيون. يلا يا سلام يا سلام. قول لي بتحب ايه من الاكل؟ بحب الكشري. بتحب الكشري؟ انا بعمل لك كشري النهارده. يا رب الوصفه تعجبك. انا بتفرج عليه. طب حلو، يلا تابع الوصفه وخلي ماما تعملها لك زي ما انا عملتها كده، هتعجبك جدا. نورتنا يا اياد. ازيك يا استاذه نهى؟ ليك يا شيخ عامل ايه؟ زي الفل. انت عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا، ما بفوتش ولا حلقه. تسلمي تسلمي لي. انا بحب، انا عندك طلب صغير. قولي لي. انا عايزه طريقه تعمل تتبيله الكبده. كبده؟ انهي كبده؟ كبده الاسكندراني. حاضر ماشي. ايه كمان؟ بس طيب شكرا. ده انا عينيا ليكي. حاضر نورتينا يا نهى. هنحط لك طريقه عمل الكبده. حاضر. كبده الاسكندراني من عينينا الاثنين. انا سايب هنا الرز على درجه حراره قليله بيستوي، والعدس كمان هنا وطيت عليه بيستوي. الصلصه لازم تتسبك، وبنعرف منين ان الصلصه استوت سواء الكشري او غيرها لما نبتدي نشوف الزيت
اللي احنا حطيناه في تسويه او في تشويح الصلصه، او ما نلاقي ان الزيت بدا يطفو على السطح بقينا نشوف كده لمعان هنا، يبقى قربت تستوي. اول ما الزيت بيطلع بالكامل في جوانب الحله كده يبقى خلاص الصلصه دي جاهزه ان هي تتقدم. ممكن يا سمر ترجعينا تاني للبصل، تعالي نبص عليه بصه. البصل بدا ينشف، بصوا كده بيبان على القوام بتاعه واحنا بنقلبه. اول ما نزلناه كان طري جدا، بصوا دلوقتي بقى عامل ازاي. هل هو كده نشف بالكامل؟ لا لسه كمان، انا في اخر الحلقه واحنا بنغرف هوريكم قد ايه البصل ده مقرمش، وهسمعكم صوت القرمشه بتاعته كمان. طيب دي حاجه انا بحب اعملها جدا، عيش محمر مع الكشري بيبقى حلو جدا، انا بحبه جدا. العيش ده لو عايزين يكون يعني فيه دهون اقل تقدروا انه ما تخليهوش محمر، تقدروا تحطوا العيش ده في الفرن مع ملح، ورشوا على العيش ملح وفلفل ورشه كمون صغيره كده، ودخلوه الفرن على درجه حراره 180 مثلا، هيقعد في الفرن بالظبط بالظبط 5 دقائق وهيطلع يبقى زي الفل. مش محتاجين نطول في صلصه الطماطم على النار، تسبيكه كده خفيفه وبنشيلها من على النار على طول. تعالوا نعمل ممكن نعمل الشطه دلوقتي، يلا تعالوا نعمل الشطه. ممكن تحط لنا مقادير الشطه يا استاذ سمر؟ ادي كده تقليبه للعيش بس ما يلونش من جنب واحد، ونتابعه لانه بسرعه جدا العيش في الزيت بيلون اسرع من اي حاجه تانيه بتحمروها. يلا بينا. الشطه اللي هنعملها النهارده هنحتاج لها ربع كوبايه شطه مطحونه، طبعا دي كميه كبيره ومش هتتاكل مره واحده، دي هتتعمل ممكن تتحط في الثلاجه وتستخدم على فترات. ربع كوبايه شطه مطحونه وربع كوبايه زيت، فصين ثوم مفرومين، وكوبايه فلفل احمر حامي بس. هوريكم النهارده طريقه للشطه لطيفه جدا وسهله جدا تتعمل في البيت بكل سهوله وكل بساطه. يلا بينا. انا هطلع صوص الطماطم من على النار لاني خلاص مش محتاج وقت اكبر من كده، وسمر هتجيبه لكم دلوقتي وهتشوفوا شكله عامل ازاي. انا هعمل هنا الشطه علشان الاناء ده غويط فمش هيطرطش بره، والشطه هتبقى يعني ايه محتاجه حرص واحنا بنعمل عشان كميه شطه كبيره جدا، وفي نفس الوقت الحميان بتاعها بيبقى خطير. لا قولي تاني يا سمر ما سمعتكيش. ايه؟ يا سلام يا سلام على السيمتريه. يلا بينا. طيب هنيجي هنا وناخد مقدار من الزيت. قد ايه المقدار من الزيت؟ عايز مقدار زياده شويه لان الشطه دي في شطه بيبقى الاساس بتاعها نشوي، زي مثلا هعمل مثلا صوص والصوص ده هحط له مثلا زبده ودقيق اللي هو الرو فبيديني قوام نشوي، او هحط نشا حتى على ميه بارده وانزل احطها في الصوص تاني. الشطه دي لا، بنسميها شطه زيت او شطه الاساس بتاعها زيت، فانا حطيت كميه من الزيت بمقدار مثلا 4 معالق طعام من الزيت. نرجع تاني للعيش، معلش علشان النهارده كل تفصيله محتاجين ان هي تطلع مظبوطه. ازيك يا مدام امال عامله ايه؟ سامعيني يا مدام امال؟ فرش ال ايوه الكشري ده عشان فتحت السجون متاخر. لا قولي قولي لا لا استني يا مدام امال ابني. استني بس قولي تاني، عايزه مقاديري الكشري عشان ما فتحتيش من الاول صح؟ ايوه حاضر. قولي كمان وعايزه اعمل اهداء لمحمد ابني عشان كان تعبان وعيد ميلاده. الف سلامه عليه وكل سنه وهو طيب. هو بقى كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليه لك ويشفه لك يا رب. نورتينا. الزيت سخن والدنيا تمام جدا، هنعمل ايه؟ انا مش هبتدي بتشويح الثوم، انا هبتدي بتشويح الفلفل الحار. خلي بالنا بقى عشان ايه هيبقى فيه روايح حاره جدا. هندي كده تقليبه مش سامع. ندي تقليبه للفلفل الاحمر الحامي اللي احنا بنشوحه. طب عندنا سؤال هنا، هل ينفع نعمل نفس الشطه دي بالفلفل الاخضر؟ ينفع يتعمل بالفلفل الاخضر بس هنأثر على لون الشطه في النهايه، فعشان كده استخدمت فلفل احمر. طيب الدنيا تمام وشايف الفلفل بقى زي الفل، هعمل ايه؟ دلوقتي اقدر انزل بالثوم، وادي تشويحه. قولي تاني يا يوسف. تقليبه كده
ازيك يا ام رزين؟ عامله ايه؟ ايوه ازيك يا سيف، عامل ايه؟ عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. اسمك اسم ابنك ما شاء الله جميل، يعني لا ايه بقى؟ رزين بنتي. طب قولي اشرحي لي معناه. رزين يعني الشمس واهبه الحياه. يا سلام يا سلام على الروقان. ربنا يخليها لك يا رب ويسعدك بيها. الله يخليك يا سيف. تحت امرك يا مريم. كنت بس عايزه اسال حضرتك على حاجه. اساليني على حاجه. كنت عايزه طريقه، هم حاجتين يعني، برجر اللحمه تمام، وطريقه اي بسكوت كده يعني الاولاد يفطروا بيه. حاضر، هنحط لك طريقه ممكن برجر. ممكن اطلب طلب كمان؟ اطلبي طلب كمان. ابني بس يكلم حضرتك. يلا اسمه ايه؟ انا عرفت اسم بنتك. اياد ورزين، هم توأم يعني. ازيك يا اياد؟ اهلا يا سيف، انا اسمي اياد، عندي 7 سنين. ايه الشطاره دي يا اياد؟ عايز طريقه برجر باللحمه. ده انت مذيع خالص، ايه الشطاره دي؟ ما شاء الله عليك، ربنا يخليك لماما. تسلموا يا حبايبي، يلا اشوفكم على خير. بصوا يا شباب، نبص هنا على الشطه لان خلاص سويناها، فهطلع الشطه بره عشان مش عايزه تستوي زياده، ولازم احطها في حاجه شفافه اوريكم شكلها عامل ازاي. ازيك يا نوره؟ يا نوره. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ انا بحب اكلك قوي يا شيخ. الله يخليكي، تسلمي، ده بس من ذوقك. طب قولي لي ايه من الوصفات تحبي ان احنا نزود، او ايه اكتر وصفات اللي بتحبيها؟ انت محتاجه انا بحب الملوخيه بالجمبري. يا سلام يا سلام، كانت حلوه فعلا. طب ما توطي التلفزيون، ايه رايك عشان نعرف نسمعك اللي حضرتك عملتها. طيب حلو، وطي التلفزيون بقى. حاضر. يلا اموريني، في حاجة عايزاني احطها لك على الشاشة، في وصفة عايزاها أو حاجة؟ عايزة وصفة الشاورما. الشاورما، حاضر، من عينيا الاثنين، نورتينا وشرفتينا. يسرا، أنت بقى عندك وصفات كتير قوي محتاجة تنزليها، مش هسمح لك ما تنزليهاش. بصوا بقى، الشطة كنت بوريها لكم دلوقتي، هو ده القوام اللي أنا محتاجه. أنتوا عندكم حل من الاثنين، هخيركم، يا إما إن أنتوا تضربوا الشطه دي بالفلفل الحار بكل مكوناتها بالهاند ميكسر او في الخلاط فتبقى سائله، او تخلوها قطع كده. عايز اوريها لكم بس كده بالمعلقه، وهي فيها القطع الفلفل. ممكن توريه كده سمر؟ يلا يا ساتر يا ساتر على الحمان. بصي عامله ازاي، شطه قاتله، خطيرة الشطة دي، جربوها. أنا ما حد الشطة الحارقة. طيب العيش برضو لازم يصفي الزيت بتاعه، ويستحسن كمان نحطه على مناديل علشان نتأكد إن هو اتصفى بنسبة 100%. إحنا عايزين فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل، أنا عارف الصبر أنت هتقولي إيه دلوقتي، مش هسمح لك. قبل ما نطلع فاصل لازم نعمل الدقة، ودي هتتعمل في دقيقة واحدة، هنجمع المكونات بس سوا، علشان بعد ما نرجع من الفاصل هنشوف تقديم الكشري ونشوف البصل عامل ايه. يلا يا سلام، تعالي نعمل الدقه. ممكن تحط لنا مقاديرها على الشاشه يا استاذه من فضلك؟ يلا بينا. بصي هنعمل ايه بقى، هنقول المقادير. يلا بينا. كوبايه خل وربع كوبايه زيت، ملح وفلفل، فصين توم مفرومين، ومعلقه عسل نحل. اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين ان الدقه دي هي دريسنج، بتسمى في المطبخ دريسنج او صوص سائل بارد، دريسنج اللي هي الصوصات البارده. اصلها هو نفس اصل الصوصات العالميه، يعني مثلا لما بنيجي نعمل هنا مثلا سلطه وبنحط عليها مثلا فينيجريت، واكيد بتسمعوا الكلمه دي كتير جدا خصوصا في المطاعم والاوتيلات. الفينيجريت ده صوص اساسه، صوص بارد او دريسنج اساسه الخل والزيت. في مكونات تانية طبعا على حسب الرغبه، بس الخل والزيت هم الاساس. برضو دقه الكشري اساسها كده، في ناس ما بتحطش زيت تمام، بس جربوها بالطريقه دي هتديكوا نتيجه افضل بكتير جدا. يلا هنعمل ايه، هاجي هنا هحط الخل، وهجيب بس معلقه نخلط بيها علشان مش عايز اخلط بالمعلقه اللي انا كنت بستخدمها في تقليب الشطه. واروح جاي هنا واخد التوم، هقلب كده التوم سريع سريع. ممكن نحط مقدار معلقه من الليمون، مش عارف انا كاتبها في الوصفه او لا، و
العسل، هنجيب العسل. العسل الابيض برضو مقدار معلقه شاي من العسل الابيض. يلا هنديها كده تقليبه. والخطوه الاخيره المهمه جدا هي الزيت، وجربوا ده برضو، دي من الحاجات البسيطه اللي لو عملتوها هتديكوا نتيجه خطيره في الدقه. هنزل بالزيت واقلب بس كده. ده احنا عارفين انه الزيت مش بيختلط بالميه، فاحنا بنعمل الدقه وبنحطها في الثلاجه، او ما بنحطهاش في الثلاجه لان هي مش بتفسد بسهوله، بس قبل ما بنقدمها على طول لازم نرجها رجه زي ما بنعمل في المحل كده، او نديها تقليبه كده قبل التقديم، نخلطهم بشكل مؤقت ولو سيبناها هتفصل تاني. يلا هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع هنشوف قرمشه البصل وبعدين نقدم الكشك. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا تقريبا خلصنا كل مكونات الكشري، ونهينا الكشري بعمل الدقه اللي انا وريتها لكم، ورينا شفنا ازاي حطينا زيت وفايدته ايه وبيعمل ايه بالظبط. وفي نفس الوقت كنا مسوين البصل، الرز بالشعريه استوى، العدس كمان استوى، عملنا صلصه الطماطم وعملنا الشطه. تعالوا دلوقتي بقى نشوف قرمشه البصل ده عامله ازاي. بصوا كده البصل دلوقتي طالما برد هيبقى مقرمش جدا. انا عايز اسمعكم بس صوت القرمشه بتاعته. بصوا الصوت بتاعه عامل ازاي. سمعتي؟ خطير. يا سلام. طب وهل كفايه انت كفايه ولا انت مش كفايه؟ يلا تعالوا بقى ناخد البصل ده كده. بصوا علشان نعرف هنجمع كل المكونات جنب بعض ونبتدي نغرف مره واحده. عندي اهو الحمص والشطه كمان، فاضل المكرونه والدقه. هنبتدي بالرز بالشعريه. يلا يا سمر هنبتدي دلوقتي غرف الكشري. هنبتدي بالرز بالشعريه. الكشري هو عباره عن توليفه من الرز بالشعريه والعدس والحمص والصلصه والكلام ده كله. مهم جدا ان انتوا تعملوا بقى التوليفه اللي انتوا حابينها، يعني ممكن ان انتوا تحطوا عدس اكتر، رز اكتر، مكرونه اكتر، وهكذا. ندي كده ايه غرفه. الكبده الاسكندراني ودلوقتي الشاورما. ايه الشطاره دي يا استاذه يسرى؟ سلام. يلا دلوقتي خلاص انا بغرف الرز. تاني حاجه هحطها تسلم، وبرجر اللحمه كمان على الهواء. خلاص كده غرفت كده الرز، خلاص محتاجين بس ايه نتاكد ان الطبق كده مش ملحوس. هنحط الحمص اخر حاجه. برضو الترتيب او البونه اللي احنا بنعمله ده على حسب رغبتكم، يعني تقدروا تغيروا فيه لو انتوا حابين. يلا بينا هنيجي هنا وناخد المكرونه. نحط المكرونه هنا، يبقى كده حطينا او في الترتيبه اللي انا عاملها النهارده حطيت الرز بالشعريه فوقيه المكرونه. وبعدين هنعمل ايه كمان؟ تعالوا نحط العدس. ندي كده تقليبه العدس هنا. حطينا كده العدس خلاص. هحط الشطه. بصوا الشطه عامله ازاي. الشطه ايه لونها خطير، هتبان اكتر على المكرونه. حاضر حطينا خلاص كده الشطه. ودلوقتي هاجي هحط الدقه. يلا بينا.
الدقه يستحسن تحطوها قبل الاكل على طول، قبل الاكل مباشره، علشان ما تبردش الكشري. مهم جدا ان الكشري يتاكل سخن برضه. بس حلو كده. ممكن ناخد شويه بقى من الدقه نحطها هنا في الاناء بتاع الصوص ده، علشان لو عايزين نزود واحنا قاعدين بناكل كده نزود براحتنا. يلا بينا. دلوقتي ممكن نحط بقى الحمص. حط الحمص كده ايه داير داير. برضو الناس اللي عندها مشاكل في القولون تخلي بالها من الحمص، عشان هو يعني بيبقى برضو مش سهل للهضم كده. تمام. احنا لسه ما حطيناش الصلصه، نحط الصلصه حالا دلوقتي. يلا بينا. دلوقتي وقت الصلصه، هندي تقليبه ونيجي هنا ننزل بالصلصه فوق الكشري. حلو جدا. ممكن برضو ناخد ايه من الصلصه دي نحط زياده عشان لو حد بيحب يزود صلصه كده. فاضل اخر حاجه وهي اضافه البصل على الكشري. تعالوا نعمل كده. البصل ده خطير. جربوا البصل ده بالطريقه دي، وينفع كمان يتحط على وصفات تانية غير وصفة الكشري، بيليق على البصارة مثلا ووصفات تانية كمان. يلا بينا. كده احنا غرفنا الكشري بمكوناته المختلفة، وشفنا ازاي عملنا الكشري وازاي عملنا البصل المقرمش، وازاي عملنا الدقه والشطه وهكذا. دي كانت حلقه النهارده، ودي كانت وصفات النهارده. اتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد.